على مدار العام الماضي، يعني طبعا كورونا ومشاكل في العالم اقتصادية وحرب من أجل اللقاح ويعني وحاجات كتيرة، وسط ده كله عندي اعتقاد ان احنا مش لازم ابدا ننسى الفكر المتطرف. المعركة دي لم تنتهي، المعركة دي هامة جدا، خصوصا في بلادنا في منطقة الشرق الأوسط. التطرف لم ينتهي بعد، داعش أصبحت ضعيفة ولكنها لم تنتهي بعد، القاعدة أصبحت ضعيفة ولكنها لم تنتهي بعد، حسم أصبحت ضعيفة ولكنها لم تنتهي بعد. الفكر المتطرف ما زال موجود. يعني لو قدرت ان انت تسيطر على العمليات الإرهابية يعني تهريب السلاح والتمويل كل دي نتائج للفكر نفسه، الفكر نفسه ما زال موجود، الفكر نفسه ما زال موجود وسطنا، ما زال موجود بينا، ممكن يعني بيتوارى شوية، بيخاف حبة، لا يجهر بالكلام، ولكن موجود وسطنا. لما بتكلم وسطنا بتكلم على مصر، ما زال هناك العقول المظلمة، ما زال الناس اللي عايزة ترجعنا للعصر الحجري، ما زال الناس اللي لسه بتفكر انها تاخد حقها بحد السيف، ما زال الناس اللي عندها تفسير للإسلام السياسي، ما زال الناس اللي لسه عايزة تحكم بالخليفة وبالإسلام وهو الأخر. هذا الفكر ما يزال موجود ويجب ان احنا ما ننساهوش. وهنا بتيجي دور كل المؤسسات الدينية مسلمة أو مسيحية، ده دور مهم جدا، إنه ده دور لا يتوقف. التنوير، التعليم، الشرح، الأجيال الجديدة لا نتركها. على فكرة الناس بتوع الفكر ده عندهم مثابرة غير طبيعية. يعني انت مثلا في حياتك بيبقى عندك بقى حدوتة، عندك العيال بتربيهم، لا ده واقف لغاية دلوقتي وما عندوش مشكلة. يعني ده زي الإخوان المسلمين كده، ما عندوش مشكلة يستنى 80 سنة تانية، يطلع أجيال تانية ويفضل قاعد على تلقيمهم وتدريبهم علشان يوضب نفسه ان بعد 30-40 سنة يكون موجود تاني في الحكم ويكون موجود تاني في السيطرة وفي التمكين. فيجب ان احنا دائما لا ننسى. انا عارف طبعا الدولة مشاكلها كتيرة والدولة عندها حاجات بتعملها والاسكان وعندنا الصرف الصحي والصحة والتعليم وكل هذه الاشياء، ولكن لا يجب ان ننسى التنوير، لا يجب ان ننسى انه من سنتين ثلاثة كان هناك ما يسمى بدولة داعش. دي دولة كانت موجودة، كانت من سنتين ثلاثة بس مش من بعيد، وكان ليها أتباعها وما زال ليها أتباعها حول العالم كله. الفكر المتطرف ما زال موجود ولسه عايش ولسه له يعني روافد كثيرة، وهذا الفكر قد بدأ من سنة 1928 من مصر، من الإسماعيلية، من جماعة الإخوان المسلمين، وبعد كده بقوا قاعدة وبقوا جهاد وبقوا مش عارف إيه وبقوا داعش وبقوا أي حد من دول هتبتدي توصل الخط بتاعه هتوصل لحسن البنا. فأنت لازم دائما وأبدا يكون في نوع من أنواع التنوير. المسألة ليست فقط انه يعني احنا يعني بنحسن المناهج التعليمية، احنا لا، يجب ان يقوم الازهر بدوره كاملا، يجب ان يقوم الجامع بدوره كاملا، يجب دائما العمل على وجود الائمة والدعاء المؤهلين، يجب دائما ان انت يبقى عندك ناس من اللي هي بتستطيع ان تتحدث الانجليزية وهم يسافروا بره وهم يشتغلوا على الفكر. الدول الاوروبية
بتبذل مجهود في هذا الأمر أكتر مننا. الدول الأوروبية يعني الفرنسويين الإنجليز الألمان يعملون على هذا الأمر لأنهم يعرفوا أن الفكر أهم من السلاح 100 مرة. إنه حد يتم اختطاف فكره أخطر كتير من حد يتم تسليحه بحزام ناسف أو بندقية أو. فهذا الأمر يجب إن احنا دائما لا ننساه، لأنه عملنا فيه مجهود جيد، الجهات الأمنية المصرية قامت بمجهود عظيم وعبقري، دفعنا الغالي والنفيس وشهداء في للوطن من الجيش والشرطة، ولكن هؤلاء دورهم في النهاية اضطرينا نلجأ ليهم، إنما الدور الحقيقي كان في الفكر، كان في العقل، كان في التلقين، كان في المدرسة، كان في الكنيسة، كان في الجامع، كان مع الناس اللي قاعدة في الجوامع بعد صلاة الفجر، الناس اللي قاعدة بعد صلاة التراويح، كل دول لسه لغاية دلوقتي في ناس بتقوم بالتلقين للفكر الظلامي. هذا أمر، وعلى فكرة ما في مناسبة دينية غير والرئيس عبد الفتاح السيسي يذكر الدعاة ويقول لهم يا جماعة خدوا بالكوا من دماغ الشباب، خدوا بالكوا من الفكر اللي احنا بنتعاطاه، خدوا بالكوا الناس دي بتاكل ايه. وعلى فكرة هذه الأشياء بتظهر في يعني طفرات كده، تصرفات معينة، فجأة تلقى حادثة غريبة، فجأة تلقى فكر انت مش فاهم جه منين. كل ده يجب استيعابه ويجب ان احنا نقدر ان احنا نتعامل معاه. من كم يوم في قناة العربية الشقيقة، وهذا امر جيد وهذا امر يعني محمود، قامت احدى المراسلات المحترمات بزيارة، يعني ما هو هنا الكلام بقى انك ما تنساش، بزيارة معسكر لداعش. هذا المعسكر موجود فيه بقايا عائلات داعش، هذا المعسكر موجود على الحدود السورية العراقية. المعسكر ده اتعمل لأسباب مختلفة على مدى التاريخ، ولكن في آخر الأمر أصبح يضم عائلات، إذا كانوا أطفال أو كانوا سيدات، اللي هم بقايا مقاتلي داعش وتنظيم داعش. الناس دي كانوا من سنتين ثلاثة كان عندهم دولة. يعني مثلا أنت لما تتفرج على المسلسل بتاع الاختيار العظيم، الاختيار واحد الأول ده، يوريك الدولة دي كانت عاملة إزاي، يوريك الناس دي كانت بتأثر في الفكر إزاي، يوريك أنت كنت بتحارب مين. ما هو أنت كل الاختيار ده وكل الدوشة اللي معمولة وكل الإخوان هي فساد فكري، فكر فاسد، ناس ضالة ضلال كامل، محدش كان موجود عشان ينور لها الطريق. لا يجب أن ننسى، ويجب دائما زي ما احنا شايفين في التقرير اللي عملته الزميلة رولا الخطيب مراسلة قناة العربية من زيارتها عشان تشوفوا الناس دي بتفكر ازاي، الناس دي وصلت ليه. أنا بس عايز أقول لحضراتكم حاجة ولازم الرسالة تبقى واضحة، إن الدول الأوروبية وأمريكا ترفض، يعني شوفوا قد ايه شايفين الرعب منهم، ترفض استقبالهم في مجتمعاتهم مرة أخرى، ترفض، يقول لك ولا لينا دعوة، دول عيالكم ولا لينا دعوة، ده معاه باسبور إنجليزي تولع، ده معاه باسبور بلجيكي ولا يهمنا، ولا يرجعوا. سامعين اللي أنا بقوله، ولا يرجعوا. اللي موجودين بره دول أنت مش محتاج قنابل موقوتة ترجع عندك، ولا يرجعوا، دول يفضلوا بره كده واحنا مش عايزينهم. ده دول بقى ايه المجتمعات اللي عندها الاخصائيين الاجتماعيين وفاضيين وعندهم دكاتره نفسانيين وعندهم فلوس يصرفوها على الاطفال وعلى النساء، دول بتوع حموم الانسان والحاجات اللطيفه ديت. دول قالوا لا، محكمه العليا البريطانيه قالت لا، محكمه العليا البريطانيه قالت لا، اللي هو المحكمة دي عمر ما حد قال لها أنا عايز أرجع، وقالت له ما ترجعش. فاللي بيجرى إن أنت لما تشوف تقرير زي اللي عاملاه الزميلة رولا الخطيب
وتشوف ازاي كانوا الاطفال الصغيرين بيتكلموا معاها وشايفين انها علشان مش حاطه حاجه على شعرها تبقى كافره. الدماغ بتاع طفل عنده 5 سنين 6 سنين معمول فيه ايه؟ ده لما يكبر هيبقى ايه؟ هذا المعسكر، وارجوكوا انا بحط تحت ده خط احمر، هذا المعسكر به كافة الجنسيات العربية، كافة الجنسيات العربية دماغهم حاجة. ده لما يكبر هيبقى ايه؟ متوقع منه ايه؟ متوقع منه يروح فين؟ عشان كده هذا الدفاع عن الفكر زي الدفاع عن الحدود. ما ينفعش تدافع عن الحدود يوم او يوم لا، او تقفل خميس وجمعه. انت عينك على الحدود 24 ساعه 7 ايام 365 يوم في السنه. ولذلك الدفاع عن الفكر نفس الشيء يجب ان يستمر دائما. وهتيجي تقول لي الدوله عندها اولويه؟ لا، في ناس دي شغلتها، في ناس تصحى كل يوم الصبح تشتغل على الفكر، كل يوم الصبح تشتغل على التنوير، كل يوم الصبح تنقذ الناس من 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 براثن الناس التانية اللي قاعدة وفاضية ومقرفصة ومستنية تصطاد واحد أو اتنين أو تلاتة. هؤلاء ما زالوا خطر، ويجب عندما يدق ناقوس الخطر وتشوف اللي بتعمله رولا وهي بتزور، هو ده عمل إعلامي؟ نشوف التقرير. وارتكبت جرم قتل وخلايا. نعم. اي نعم. انت هاي تهمتك. نعم. وانت هاي عملته هالشي. نعم. نبدا من الاول والاخير. انا كنت ماشي مع صديقي. السلام عليكم صبايا، مرحبا. هل ترسلون ابنائكم الى المدرسه؟ لا لا. هل هناك مدرسه؟ مرحبا. هذا شغل؟ انت بتشتغلي؟ انت تعملين؟ هل تعملين؟ مرحبا. السلام عليكم. نعم. خلي هذا 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 كريمه. كم عمره؟ كم عمر هذا الطفل؟ كم عمر هذا الطفل؟ واحد سنة. أين أمك؟ هل تذهبون إلى المدرسة؟ هل تذهبين إلى المدرسة؟ لا. لماذا لا تريدون الإجابة على أسئلتي؟ لماذا لا تريدون التحدث إلي؟ لماذا لا تريدون التحدث إلي؟ عشان شو؟ أنا كافر؟ لماذا لا تريدون التحدث إلي؟ لماذا؟ لماذا دعوة؟ هل تريدون الذهاب إلى المدرسة؟ هل تحبون الذهاب إلى المدرسة؟ هل تتعلمون القرآن؟ هل تتعلمون القرآن؟ لماذا أنا كافرة؟ لماذا أنا كافرة؟ لماذا؟ لماذا أنا كافرة؟ لماذا؟ لماذا أنا كافرة؟ لا أرتدي الحجاب؟ لماذا أنا كافرة؟ تعالوا قولوا لي. نحن نقتل الأخوات؟ أنا لا أحمل السلاح، كيف أقتل الأخوات؟ مسدس؟ لا مسدس. ها هيدا ميكروفون. ها تأخذ الميكروفون. ها لا لا ميكروفون. تعال خذوا فهد وروح. أنا لا أحمل مسدس، لا أحمل شيء.
دعوا تحدثوا إلي. لماذا أنا كافرة؟ لماذا تقولون عني كافرة؟ نعم؟ أنا هنا لمساعدتكم. أنا هنا لمساعدتكم. أنا كذاب؟ أنت كذاب. لماذا أنا كذاب؟ أنا أوكي ها ارتديت الحجاب. حجاب يعني أسود. مو هيك لون غيره. لا أسمعك لا أسمعك تعال لا أسمعك. عيب عيب ألا أرتدي حجاب؟ عندما تكبر ماذا ستفعل بي وأنا لا أرتدي الحجاب؟ نعم. ستقتلني عندما تكبر؟ لماذا؟ شجاعة حقيقية وعمل استقصائي ممتاز، وهذا ليس العمل الأول لرولا الخطيب. حضراتكم شايفين الطفل مش مكمل 4-5 سنين بيقولوا لها هنذبحك هنقتلك، وفاهمين ان دي كفرة، وفاهمين ان دي مش لابسة حجاب، وفاهمين ان هم يرموها بالطوب. الفكر ده لما يكبر مش هقول لك يبقى عنده 25 و26 سنة، وهو عنده 13-14 سنة هيبقى عامل ازاي؟ متربي على ايه؟ انا عايز برضو حضراتكم معلش انا دايما بحب اتكلم في الموضوع ده. شايفين الدول بيجرى لها ايه؟ شايفين الدولة بيجرى لها ايه؟ انت كان في يوم كانوا عايزينك تبقى عامل كده، يوم ما جت داعش ورفعوا العلم ومشوا طابور في سيناء وهيعلنوا الدولة وبتاع، لولا ان انت عندك جيش واحد وشرطة واحدة انت منعت انك توصل للمرحلة ديت. بنرجع تاني ان اللي عاملاه الزميلة رولا الخطيب في قناة العربية الحدث هو بتذكرنا يا جماعة هذا الامر لم ينتهي بعد من دبي.